الصوصي يا رجال والله انه كان عندنا مدرس الصوصي من دوت انت تعرفون مدرس الصوصيين كلكم تعرفون ايش يا رجال يده مثلته والله يا يده انها مثلته كذا كيف ملهته مثلته لا كبرها لا كبر يدعي بيد واحدة يعني هذا يقول يد واحدة خلاص دعا المهم ها جاء ذاك اليوم انا ما حليت الواجب طيب ما حليت الواجب بتقول لابوي بتحقق بتسوي الحاجة هو مدرس خصوصي خصوصي والله يا رجال اني لاهي كذا ما التفيت عليه اني ما اتقعت الا مخمس يوم جاني طربوك والله والرجال يضرب الرجال عنده حضرة الماش يا رجال ما طولي بكذا ذاك شو الطولي ذا هدبله 15 مليون علي الحرام احسه من جماعة احسه من ما شاء الله عليه يا رجال هم لحيته يا رجال وجهه كل شيء في جسمه تفاصيل جسمه كبيرة ركبته كذا كوعه يده يخلع 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 ما هي قرط مقراط بزرادية تحسها قرط بزرادية ابغى خلاص سالفتين بيجيك عرفت المهم بدخل ابكي عند ابوي ادخل ابكي عند ابوي ابوي ايش اللي عنده مو ابوي جدتي الله يرحمها جدتي حبيبي ايش قامك يا حبيبي فاقول طبقني بمخمس طبقني يعني صفقني طبقني بمخمس فادخلي يا جدتي الله يرحمها والله يا رجال انها دخلت قامت بعصاها دخلت عند المصري ايه حقه نقول قول يا جدتي بالعصا والله ان كان هذا الحين توي مخبطي على انخاعه منه والله اللي يوجني للمدرس انفض الطاوله خذ العانه وهرب هرب طق عليه ابوي قال الراتب قال مش عاوز الراتب مش عاوز يا رجال العصا علي الحرام انت تسمع تعرفون ذيك تردد في انخاعه اخي ترى اهالينا يا اخي الله يطول والله يا رجال جد الله يرحمها ما حد يلا تنويه اي لا